الحديث الثاني عشر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من فوائد الحديث السابق أن الشريعة لم تترك الناس في حيرة. شوف أي زول مسلم متعلم ده ما بكون متحير، دائما الحيرة بتجي لأهل الشك ولأهل الجهل، ناس بيتفلسفوا ساي وكذا، بعد شوية يبقى في حيرة يتشكك في أي شيء. لكن الزول العاقل المؤمن الناصح لنفسه ولربه أولا ثم لنفسه، ده بيقرأ القرآن طبق الأحكام الفيه، بيصدق الأخبار الفيه، بيقرأ السنة بيعرفها طبق الأحكام الفيه، صدق الأخبار الفيه، مش تمام مرتاح لما يلاقي الله سبحانه وتعالى وهو على اليقين. قال الإمام النووي في رياض الصالحين قال باب في اليقين والتوكل. ابن عثيمين قال قدم اليقين قبل التوكل، لأن التوكل مبني على اليقين، إذا لم يكن للعبد يقين في الله فإنه لا يتوكل على الله. زول أصلا يقين في الله مزعزع، كيف يتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. قال النووي رحمه الله حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. وهنا قال أخرجه الترمذي في التحقيق، هنا أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع، في صحيح الجامع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الناس في الإسلام مراتب وهم درجات. من الناس من يسلم لكنه سيء الخلق وسيء العمل، ومن الناس من يسلم ولكنه يحسن في إسلامه بفعله للطاعات واجتنابه المنكرات. من حسن إسلام المرء. الفائدة الثانية أن من علامات الغفلة انشغال العبد بغيره. من علامات الغفلة انشغال العبد بغيره، لذلك جاء في الترمذي وحسنه أو ذكره الألباني من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من نجا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك، وذكره النووي بلفظ أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لكن الغافل يشتغل بغيره وينسى نفسه. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ده من الغفلة. أي زول بيشتغل بغيره وشغله بغيره في أمر الدنيا مش في أمر الدين من باب الإصلاح إلى آخره، ده غافل. وأقرأ القرآن تلقى نصوص كثيرة في الموضوع ده. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومن أوضح الأدلة على غفلة الذي ينشغل بغيره أن الله تعالى قال في سورة القصص عن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون إلى آخر الآية. فأنت ما تشتغل بغيرك إلا شنو؟ من باب الدين أن تصلح غيرك، أن تهتم بأمر غيرك. دي كويسة، دي كون تهتم بأمر غيرك في شأن من شؤون الدين
أو تهتم بغيرك من أجل الإصلاح له وأنت مهتم بنفسك بإصلاح نفسك، دي ما غفلة، دي ما في إشكال. طيب، من فوائد هذا الحديث قال العباد: إذا كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيفهم من هذا أن من حسن إسلامه انشغاله بما يعنيه. إذا كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا دليل على أن من حسن إسلامه انشغاله بما يعنيه. بما يعنيه الشيء اللي بيعنيه ده، كونه ينشغل به، ده من حسن إسلام المرء. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. البيعني الزول شنو؟ البيعني باختصار يا ناس، البيعني الإنسان طلب الخير والراحة. الإنسان داير الخير وداير الراحة، والخير كله في القيام بدين الله تعالى، والراحة في القيام بطاعة الله. والدليل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والدليل على أن الراحة في دين الله وفي طاعته قول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في هذه الآية ابن كثير ذكر فيها مجموعة من الأقوال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة الرزق الحلال. تنشغل انت بالرزق الحلال، ودي من الحياة الطيبة إذا أطعت الله وفقك للرزق الحلال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحياة الطيبة القناعة، أن تقتنع بما قسم الله تعالى لك. وقال الحسن البصري وعكرمة عليهما رحمة الله: لا راحة للعبد إلا عند دخول الجنة. لكن في الدنيا دي زي ما سألوا الإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة، أو كلمة نحوها. الراحة أنت بعد تدخل الجنة بعد ده بترتاح، لكن في الدنيا دي راحة كاملة ما في. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن الشدة. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب تعب ولا يمسنا فيها لغوب إعياء. عشان كذا الإنسان الراحة في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك ابن كثير ختم الأسئلة، ختم التفسير لهذه الآية السابقة بقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق حلالا وقنعه الله بما آتاه. جاب الحديث ده في التفسير. لذلك أنت تشتغل بما فيه الخير والراحة لك في الدنيا والآخرة، تشتغل بتربية الأبناء، تشتغل بما يجلب لك الرزق الحلال، تشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، بطلب العلم النافع، بتبليغ الناس دعوة الله سبحانه وتعالى، تشتغل بما يعنيك ولا تلتفت إلى غيرك من باب حسدهم ومن باب الإعجاب بهم في أمر من أمور الدنيا. الدنيا دي الرسول عليه الصلاة والسلام
زهدك فيها. قال إنما مثل الدنيا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم يخرجه فلينظر بما يأتي، أو كما قال تدخل أصبعك بس في البحر وتمروا الموية الفوق دي كثيرة تسوي شيء ما بتعمل أي شيء، دي الدنيا ما في أي شيء. وقال إنما مثلي والدنيا كراكب استظل تحت شجرة في ظل شجرة ثم ذهب ثم راح وتركها، ذلك ما عندها قيمة أصلا. فأنت تشتغل بما يعنيك.